يا عم مفيش حد قدك يا عم، شم وردي براحتك يا عم. الناجح يرفع ايده. النهارده يوم عيده. طبعا النهارده انجي يا جماعه نتيجتها ظهرت الحمد لله وجابت درجات عاليه، مبروك يا انجي. الله يبارك فيك. وطبعا يا جماعه طول الليل عمال هتقول لي يا بابا المكافاه، يا بابا مكافئتي، يا بابا. طبعا مكافئتكم ليها كلكم تقولوا لها الف مبروك يا انجي بالتعليقات. طبعا هي وايناس جابت درجات عاليه. ايناس فين صحيح؟ جوه ماشي. نقول لها برده الف مبروك وتقول انجي وايناس الف مبروك جابوا درجات عاليه جدا. امسكي بقى انجي كده عشان ايه؟ عايز اقول لحبايبنا حاجه. طبعا يا جماعه نحب نشكركم على دعمكم وعلى لايكاتكم الجميله، وطبعا النهارده فيديو هيبقى حلو وجميل وان شاء الله هيعجبكم، واكيد هتحطوا لايك للانجي عشان خاطر النتيجه الحلوه اللي جابتها. انت جبت ممتاز يا انجي وممتاز عليك، وليكم مكافاه كبيره عندي ان شاء الله. بس نعمل الاول النهارده ايه؟ حاجه كده هتبسطكم وهتعجبكم وانتم بتحبوها. بس احب طبعا اقدم الشكر ليكم الناس الواعيه، الناس الناصحه، الناس اللي بتفهم، الناس اللي محدش بيعرف يضحك عليها. ونقدم طبعا الشكر للمستشار الاستاذ وليد على الاخبار الجميله اللي بعتها لنا، المستشار احمد حمد على الاخبار الجميله، ومكتب الدكتوره منى الكحلاوي. النهارده ان شاء الله الاخبار نازله تلف علينا كلها الحمد لله حلوه، كلنا مبسوطين النهارده، وسعادتنا زادت بخبر نجاح انجي وايناس. النهارده بقى نروح للحاج والحاجه نفرحهم بالاخبار بتاعتي وبالنتيجه، لان هم لسه ما يعرفوش الاخبار، انا لوحدي اللي عرفت الاخبار الجديده اللي بسطتني وهتبسط ان شاء الله باقي العيله. وتعالوا بقى نقول النهارده يومنا هيمشي ازاي. اول حاجه هتحط لايك في الفيديو، وتاني حاجه هتعمل ايه؟ لو انت مش مشترك تشترك في القناه عشان توصلنا ل 2 مليون عشان نعمل حفله كبيره. وانتوا عارفين لما احنا بنتجنن ونعمل حفلات بنعمل ايه؟ كومنت دلوقتي لانجي وتقول لها الف مبروك يا انجي انت وايناس. وطبعا اروى لسه هتخش السنه الجايه سنه اولى، نتيجتهم الحمد لله بسطتني وان شاء الله لازم ابسط العيله كلها النهارده. جاهزه يا انجي؟ جاهز. هاتي بقى انا اصور مكانك عشان نخش الماما. يلا بينا. انت هتخبطي، افتحي زقي. قافلين؟ ايوه. يا جماعه اللي جوه مين اللي قفل الباب؟ ايه يا اروى؟ عامله ايه يا اروتي؟ الحمد لله. انت ما نجحتيش ليه يا ارو؟ معرفش صراحه. ليه؟ معرفش، انا لسه اصلا دخلت. انت لسه دخلتي؟ طب بتقولي لسه ما دخلتش. ما هي انت لو ضبطتها يا محمود. ايه يا صباح الفل على الناس الجميله الناجحين. يا صباح الخير عليك. يا ناس الله اكبر عليها جايبه درجات عاليه عاليه عاليه. واكرم لما يخش المدرسه هيجيب درجات عاليه برضه صح؟ مش سامع صوتك. لا انت تقوم لي بقى كده، تعالى تعالى لي كده بقى يا باشا. لا ده عندنا اتنين النهارده ناجحين، يبقى نقول لهم ايه الاتنين الناجحين دول؟ بس جاب النار، قد جاب النار، تشجيع من النار، تشجيع من النار. الف مبروك ليك يا انجي، الف مبروك يا ايناس، وعايزين درجات احلى من دي السنه الجايه، وان شاء الله اروى تبقى معاكوا وتذاكر معاكوا وتنجح معاكوا، صح يا اروى؟ صح. تونه بص انت عايزه ايه كمان؟ عايزه تنجح. ما انت قلتلهاش حاجه يا ايتي. انت ذاكرتي؟ بصي هنا، بصي ده بتدلع، استهبال ده بقى تدلع. المهم بقى يا ست الكل صلي بينا على النبي النهارده ان شاء الله. وكالعاده لما بيجي لنا اخبار حلوه او بنجي لنا باي حاجه تفرحنا بنعمل ايه؟ بنعمل وليمه كبيره. اكيد يعني بنعمل وليمه كبيره. ولما بنعمل الوليمه الكبيره يبقى لازم يبقى فيه محشي. لا ولا ايه؟ لا مبدأ مرفوض. محشي؟ لا لا. مين ما عايز محشي؟ انا. مين عايز محشي؟ انا. طلب جماهير، كل العيله تعوز بس انا اللي بعمل. انت اللي بتعملي ايه يا سحر؟ احنا نعمل محشي؟ لا طبعا يا جماعه، اللي انتوا ما تعرفوش ان النهارده الجمعه وسحر زعلان عشان ما كناش رنجه وفسيخ وبوظنا القاعده. لا لا القاعده ما باظتش، عادي الاسبوع الجاي. هنعمل ايه طيب؟ اي اكل غير المحشي، لان خلاص درجه الحراره بقت عاليه وما بقناش نستحمل اكل المحشي. والمحشي دوت في السقعه وفي الصيف حلو. في السقعه وفي الصيف حلو. سيبوني انا اكلكم على مزاجي. يعني انت مش عايز محشي؟ يلا يا محمود يلا ما تضيعش اليوم. عايز محشي ولا مش عايز محشي؟ يا محمود نعم. اليوم من اوله انت حر. يعني انت هتضيع لنا اكله المحشي يعني؟ ده النهارده عندنا ثلاث اخبار، كل خبر ينطح الثاني. ثلاث اخبار ايه ده؟ ده هو خبر واحد بس. ما هو في خبرين انت لسه ما تعرفوهوش، هقول لك عليهم واحنا في السكه. يلا بينا عشان طب ما تخليني هنا عشان لو صدمه ده اللي لا لا ده حاجه 100 100 ده الحاج كمان هيعرفها. يلا بينا. لا والله جاهزين يا بنات؟ جاهزين. مفيش زغروطه؟ ليه بقى؟ امي اللي تدخل. لا هتزغرطي انت وامك. خدي هتزغرطي انت وامك. يلا واحد اثنين ثلاثة. انت هتعملي نفسك مكسوفة؟ لا والله انت عامل زغرطة. يلا يا صاحبي الزغروطة الحلوة انت قلت هزغرط قدام حبايبي عشان يفرحوا معايا. كل اللي ناجحين مع انجي وكل حبايبنا وكل اخواتنا زغروطة 100 100. حلوة. ده ليش انجي؟ لا انت بقى انت مقصود منك 50 جنيه. انا كنت عايز لمين تاني؟ دي الانجي. فين بقى لحبايبنا؟ لما بقول لانجي. لا ده واحده مخصوص لحبايبنا وكل الناجحين، واللي نجح يقول لنا في التعليقات انا نجحت والحمد لله. مش خساره فيهم اللي زغرت. يلا بينا.
طالعين قطر من بتاعه ايه فهي زبروطه بقى ايه دي واحده انت تعرف اسم الوليه الحبل الغلبانه والله ولسه انتوا حرين انا بدايه اليوم يلا بينا بتعملوا الشوارع لما نيجي ماشي يا انجي لا مش هيعملوا حاجه ماشي يا اروى ما بتعرفيش تسرحي انت كمان يا اروى انا بعرفش الحمد لله يلا بينا نجيب لك بقى يا سهره نجيب لك بيت اي حاجه لا ما انت تقولي انت اللي عارفه البيضة؟ البيضة في الفراك العجوزة دي عايزة محشي حلو الفراك البيضة ماشي طب نجيب طب بص أنا عايزة أجيب فراك صغيرة للشاوي وفراك كبيرة للأكل طب مش هنجيب فراك بلدي؟ لا ليه الفراك البلدي دي حلوة على فكرة؟ طب ما حلوة الملوخية مكرونة أسباجيتي قولوا لها يا جماعة في التعليقات نعمل ملوخية ولا إيه متأخرناش على فكرة متأخرناش الطريق حلو يا أمسكي يا بس بسيبيلي دي خدي أنت دي محمود انت انسى اكل فيلا لا ما تخافش شغلتك بقى المره دي عمل شقاوة لا ما عملتش شقاوة محمود ولا اهي بيلا يلا قدام مني قدام مني قدام مني بيلا فين بيلا بيلا فين بيلا فين جوه ماشي يلا تعب حد ياخد مني ازازه الميه دي جيبهم ولا عزمهم وجوا براحتهم تدوم جت في خلاص الاكل لا انا لسه شويه يعني سيبهم براحتهم على ما اللي يصحى يصحى ماشي لا انجي لسه بتتاوى فاحنا لسه حلو ماشي هروح انا واجي على طول مش هجيب ماشي ماشي انا هغسل بقى الفراخ وانقعها على ما انت ظبطي انت الحاجه اللي ينفع تتنقع والكلام ده لما اجيب 100 100 شلت اللحمه في العربيه لا والله فين والله اللحمه جوه طب حد يجي معايا اجري انتوا نسيتوا اهم حاجه اللحمه المفرومه صح انا هروح انا بقى عندي ناس هتاكلك اللحمه وهروح انا ماشي ايه يا عمان يا شيكاليت تعال من حلاق كنا لسه في سيرتك عديكوا جاي العيشان ولا ايه لا كنت انا ومحمد قاعدين دلوقتي بنجيب في سيرتك تعال بس بالخير يعني اكيد طبعا عمرك ما هتجيب سيرت اللي بالخير ولا بعمل فيك ولا خير تعال خش في حد خلق راسه جوه ما احنا ده الطبيعي انا دول خلقين راسكم بس بتتاخروا ليه كده في الفتح ليه كتير بره ما يا عم ما هو مشوار ما انا على ما بنزل لك من فوق يا عم هو ايه موقف تكاتك هنا ما انا كنت ببقى قاعد فوق وانت بترن الجرس بنزل بابوك طب ابوك هنا اهو طب ما مش سامع الجرس ولا ايه النهارده بقى عندنا مفاجات كتير قلنا اعرفكم بيها وواحده واحده كده تعرفوها مفاجات مفاجات كتير فين امي نعمل حاجه ولا نفسه ولا تلاقي في الحمام في الحمام فين محمد الباطن ما انا بقول لك فوق ما احنا كنا لسه في سيرتك تعالى اما نشوف الهجوم اهلا يا جماعه اللي ما بتصوروش ازيكم ازيك يا ايه يا بطل ايه يا باشا سمعت ان انتوا جايبين في سيرتي لا والله في الخير طبعا احنا بالخير؟ بنجيب سيرتك بحاجه بتعمل ايه مش بمنتج انت سايب الجهاز الكبير العملاق وبتمنتج على اللاب كنت قاعد تحت اصلا في روقان كده مع نفسي ما هو بص الجهاز الكمبيوتر ده ليه شغل واللابتوب ليه شغل ليه بقى ده شغل بروفيشنال في حاجه بتتعمل هنا وفي حاجه بتتعمل هنا يا سيدي ما احنا ما ينفعش نعمل فيديو اي كلام عدم الا مؤاخذه صباح الفل وصباح العسل وصباح القشطه يا احسن ناس في الدنيا دي كلها ده النهارده انا هعمل لكم عزومه جامده ووليمه جامده يعني انت مثلا عندك الصوره المصغره بتاعت الفيديو ينفع تعمل على اللابتوب لا طبعا لازم على جهاز الكمبيوتر عشان الاشعار لما يجي كده يبقى ليه وزن ليه ثمن ما هو اشعار عن اشعار بيفرق في اشعار الناس تشوفه تدخل واشعار لا وكمان احنا بنعمل حاجه تليق بمين بجمهورنا طبعا واخواتنا وحبايبنا الله ينور عليك يا ليه وعليك جايز المفاجات اللي انا جاي اقول لكم عليها اتفضل قول جايب لكم ثلاث مفاجات محشي ولا عنب محشي بتنجان محشي كوسه والله كده الاكل كده العزوم ثلاث مفاجات بس هجمعكم الاول بعد كده اقول لكم عليها عشان ايه طب تعالى تبقى مره واحده خلاص خلصت انا لسه خلاص بيحمل بس طب يلا بينا ايه الحلاوه دي ايه انا كل ما اجي الاقي في الحمام يلا اهو تعالوا بقى كده عشان اقول لكم على الثلاث مفاجات بس في مفاجاه منهم مش هتتقال قدام الكاميرا يا رب يكون مفاجأة حلوة مفاجأة 100 100 أنا نفسي حاجة تفرحني تعالى أفرحك دلوقتي أحلى فرح يا رب ده نفسنا في فرح ما عندكش فرح اوعى مش عايز تجوز حد من بناتك يا محمود عندنا فرح بس محمد ده لسه شعره لسه ما طلعش لا ما لا منه عايز يرجع ورا ولا منه عايز يجي قدام فانا قلت جاي احلبس قلت تقدمه محتاجين فرح يا جماعة والنبي يا ريت اللي بيتجوز يعزمنا عشان محتاجين يعني محتاجين فرح احنا محتاجين فرح صلوا بينا على النبي اولا النهارده كده انا جاي افككم باذن الله من غير مقاطعه كلكم النهارده معزومين عندي
دي مش من ضمن الخبر. كان نفسي اسقف بس مش عارف. انت وريني ايدك ساعه كده. ايه هبعت لها مرم عشان الجرح يقفل. يلا يا جماعه كلنا نكتب في التعليقات الف سلام عليك يا ابو علي. بص يا جماعه مش العزومه دي المفاجاه. اول مفاجاه طبعا دي انا هقولها لكم قدام الكاميرا. في مفاجاتين مش هقول لكم عليها قدام الكاميرا اتفقنا؟ طب قول عشان ما حدش يضغط عليا ايه وانا فاتح الكاميرا. انا اتشوقت. اول حاجه الحمد لله ربنا كرم انجي وايناس وجابوا درجات فوق الممتاز. ايه تشجيع من النار تشجيع من النار. وبالمناسبه دي بقى كلكم ان شاء الله معزومين النهارده على الغدا. ده مش محتاجين حاجه عشان نعمل عزومه احنا على طول مع بعض. ده الخبر التاني ولا التالت؟ ده الاولاني. ده كده كل ده الحاجات الحلوه دي كلها واحد كل ده في واحد كل ده واحد ماشي. الخبرين التانيين ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. بس هنقفل الكاميرا ونرجع لكم تاني يا جماعه. موافقه يا حاجه؟ موافقه يا محمد؟ موافق. بس انا متشوق يعني. اشمعنى انا اللي هقول لا؟ لا ما ممكن انت تقول لا او حسن يقول لا يبقوا متعادلين. لا نجيب حد خامس. ربنا ما يجيبش اختلاف بينا. احنا على طول متفقين. نعمل كات يا جماعه وقولوا لهم حطوا ايه؟ لايك. حطوا لايك والاشتراك على ما نعرف المفاجاه. ده شكل النهارده كده اليوم طويل. انتوا واخدين جهاز البلاي ستيشن؟ احنا هنقطع بعض السهره هناك النهارده ان شاء الله. لا هنكمل السهره فوق السطح كمان لان احنا اصلا يا جماعه لما بناكل بنتقل. فاحنا ايه عاملين بنجيب جوان كتير لما بنتقل. ولما بنلعبش بلاي ستيشن ايه ده بتاكلنا. طب هنحط هنا خلي الحاجه هنا وانا بقى ايه اركب الحاجه الثانيه هنا. العربيه مفتوحه. بس انت ايه رايك في الاخبار اللي انا قلتها لكم؟ 100 100. مبسوطه يعني؟ مبسوطه. ما تعرفيش تزغرط انت؟ انا ما بعرفش. لازم تزغرط يا جماعه. قولوا لها في التعليقات زغرط يا حاجه. ما بعرفش حساب امك في شويه لب وزاني. ايوه صدق بالله. لا امسك كده يا محمد. في فوزدو ولوزدو ولوز وعين الجمل ولب ابيض وبتاع التالي الكبير ده اسمه ايه؟ بطيخ. بطيخ؟ لا مش بطيخ. ده بيعمل بايده كده اللي هو بيبقى عريض ده. عين الجمل. ما انا قلت عين الجمل. وعين الجمل اما نشوف كلام ولا فعل. هات دول هات دول. مش انت قلت هاخدهم معاك؟ في فراخ ولحمه وكفته وحاجات كتير. ايش ايش تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار. كفته ولحمه وفراخ ولب واخبار حلوه. واخبار حلوه ترد الروح. كمان 8 ايام وهرزعكوا خبرين احلى منه. كده خلصت الفحم بتاعي الجميل والرجاله جوه قلبينها ايه؟ معرفش قلبينها ايه. انتوا بتعملوا ايه؟ شغالين عمك طه. عارف عمك طه؟ الله يرحمه يا زيتي. محمد طه ويوسف شتا. طب تفتكر الحاجه؟ طب تصور. شيء حلو ده جميل. ملعاني. الحاجه الله يرحمها اللي كانت بتحب الاغاني دي. اه ستة. المهم الكفته تنور. طبعا كالعاده فندي فندي ده فندي ما بيعملش حاجه بيعمل ايه؟ بيلعب. كالعاده كالعاده يعني ما بيعملش اي حاجه مفيده. خلاص اتفضلي يا شحر وجيبي لي الباقي. لا يا نجم احنا عايزين الفراخ الاول. الفراخ الاول. الشبكه بره. انا نقول على بره تمام. طب يلا. لا لا عليك يا سحر. سحر مبدع النهارده يا جدعان. ورئيس مبدع. الفراخ في التتبيله من امتى اهم حاجه؟ بقالك 5 ساعات. بقالك 6 ساعات. استود يعني؟ احنا شارينها بالنهار احنا بينا بالليل. بس اهم حاجه لازم تقف في التتبيله كتير. بقالك كتير؟ لا خلاص. الله اكبر ده لسه بدري اهو. ما هو بس هسبحهم بسرعه. اقفل الشبكه يا طنط. نور يا اكل. بره الشبكه. مش هتساعد عمك محمد؟ يلا ساعد. هوف معايا. يلا هوف. انا خلصت كل حاجه. انت هتعملي الجلاش صح؟ يلا قول تشجيع من النار يا اخي. تعالى اعمل تشجيع من النار لستك. يلا اولاد تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار. اه انت مش فاهم غير ان انت هتقول تشجيع من النار. بتشتغل؟ لا ازاي؟ يا عم انا متعور يا عم انا متعور. يلا يا هنا 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 يلا يا عفروتو. ومحمد البطل. يلا كل حاجه محمد البطل بيحب يجري عليها. انا بحب الشوي. انا بحب الشوي. نفتح لك محل كباب وكفته يا عم. ده انت دلقت التتبيله. لا ده ايه بس دلقت التتبيله ده سحر هتنفخ. التتبيله ميلت مني. ميلت منك ميل وشجيل يا واد عمي. بص الجزمه بتاعت البنات. لا انا اقول لك يا اسطى ميلت منك وقعت لي. افتن عليك؟ ليه؟ افتن عليك؟ ما ليه ما انا مش عارف. يا ميرو ما قفلت. لا والله. والله انا بعزمها لسه على التليفون. كنت اقول ايه اللي لخمتك؟ كده بقى الايه الفراخ بتاعتنا تستوي وتتظبط وبعد كده ايه نحط الكفته بتاعتنا صح يا برنس؟ اه يلا. وانت بتعملي ايه هنا؟ بابا بتعملي ايه؟ يلا خش عند تيتا. قولي يا حاج دلق التتبيله على الكفته. دلق التتبيله كلها على الكاوتش. كلها على الكاوتش وعلى السلم. كل سحر بقى. ليلته مطيله بطين النهارده محمد. يا عم يا عم التتبيله بتيجي محمد بوظ الاكل ينفع؟ معلش مش مشكله. الدليفري جنب مننا والمطاعم جنب مننا. هعزمكم على حسابي يا عم. انت تعمل اي حاجه بفلوس. اشتغل كفته.
تعالى حاجه تاني؟ لا خلاص دي لازم تنزل عليها كده. تعالى قرب بالكاميرا كده، قرب قرب. بص المنظر عامل ازاي. بسم الله الله اكبر. يعني حاجه كده ايه؟ ماشي. ما هو بيرجع ليه برده؟ انا قاعد عامل الكف بشم مربت الريحه. شم يا مربت. هي جت وصل عندي. هي شمعه وصل عندها. بص يا جماعه، احلى حاجه في ميرو ان هي بتثق فيا جامد قوي قوي قوي. صح يا ميرو؟ مش قوي يعني. لا قوي. طب اعملي دي يا ساحر. صح يا ميرو؟ اهو. اعمل ايه يعني؟ صح يعني؟ انت بتقول لي اعملي يعني. انت موافقه؟ موافقه على ايه؟ عادي يعني. موافقه يا بنتي؟ موافقه بالك. لا مش موافقه. لا ايوه كده رجع الكلام. انت لسه قايله صح وموافقه. لا بس شكل الخوف ايه؟ هي بتثق فيا، بترد على كلامي. الله ينور عليك يا ساحر. على فكره انت بتتصوري، لو عايزه تسلمي على الناس اتفضلي. اه سلمي عليهم. سلم لي عليك. ما سمعوش صوتك واطي. اقول لك سلم عليهم. لا ايه، ما اقوله ليه؟ بقت الكاميرا مفتوحه. سلمي انت وقولوا ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطلعوا كلوا على كوب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عسل يا مير. ربنا يقرب البعيد يا مير. تعرفي يا ميرفت، يا ميرفت عارفه تقولي تشجيع من النار؟ ايوه لازم تقولها. احلى تشجيع من النار. لا ما سمعناهاش. احنا قلنا حاجه. انا بقول كده، قولي تشجيع من النار، تشجيع من النار. ما انا وانت واحد. قولها بدل. لا لا كده. ايه تاني ناقص جوه؟ خلاص فاضل اللحمه والصباعين الكفته. لا لسه، ولسه اللحمه الكباب اهي. وما هي بقى التتبيله تخلص. طلعيها بقى تاني ولا تنسيها؟ لو ولعت الكعبه فيها زي محمد ما ضيع التتبيله اهي. الله ينور. لسه من ادي يا بطل. ايه رايك نروح افوق اللي جوه؟ الاحسن اللي جوه دول مش لو ما حدش هيجي. جوعتهم النهارده يا محمود. هيناموا وربنا. انت جوعتهم. وانا بعمل الاكل لوحدي يا صاحبي. انت جوعتهم. انا مالي، انا مخلصه اللي عليا من بدري. لا انت الله اكبر عليك. العيب فيا انا. العيب فيك انت بقى. الله يسامحك يا صاحبي. رجع نام تاني، رجع نام تاني. ابا الزمالك كسبان 4-0. انت ما بتتفرجش على الماتش ليه؟ مفيش متوش. ماشي. والعج يعني عامل زي الساحر. كلنا فصلنا. لا كلها 3 دقايق والاكل يكون خلصان. وانت بتصدي فصلنا انت كمان؟ كلها 3 دقايق وخلصان. الله اكبر على الجمال. اخيرا قمت. ما انا قمت عشان جوعت، لازم اسال عشان اكل. عشان جوعت. يا جماعه بس طلع على النبي كده. الله ينور عليك يا بنت يا سحر. ايه العلاوه دي؟ ما تزعلوش بقى ان انا بقول يا بنت يا سحر، انا على طول بقول لها يا بنت يا سحر. مش قادرين تجيبوا سفره مثلا تكون ب 20 كرسي نقعد عليها كلنا؟ اه في جهازك يبقى هاتها. يعني احنا نحط الاكل هنا ونشيله من هنا نحطه على الارض. هنعمل ايه طيب؟ هنجهز. هنعود يا حفله. على فكره حرم الناس والله من الوصفات دي ان شاء الله لما اولد نعمل كل حاجه. اما تولدي بقالك 14 سنة في اليوتيوب. بتقول لي اما تولدي. انت كل يوم بتولدي. ما كل ما بتولد بتيجي تولد تاني. انت مش واخد بالك؟ بص يا جماعه، الله اكبر. كفته بقى باللحمه وشوربه لسان عصفور. وايه تاني يا سويسو؟ والليمون المعصر عشان الحاجه بتحبه. الله ينور. الله ينور يا رجاله. ايه يا يحيى شايفك بتدوق؟ ده اللي بتاع ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ زيتون؟ انا عارف انت ايه. انا عارفه ان سهر بتظبط الاكل ويحط هنا. سعد استاذه. ايوه عارف بقى اهو محمر ولو محدش بيحب مشوي. والمشوي بتاع البطل وانا تعبنا فيه بصراحه. يا سامحك الاكل ده عادي. الدكتور يحيى تعب ازاي بيحاول؟ اه عادي القلع بقى. لا مش مستاهله تقلع. بصوا كنت عامله ازاي؟ ايه الجمال ده؟ يا الله اكبر على الليمون المعصر. طلعنا يا حاجه كده اللي سيك دي من اللحمه فضاها. وايه زيتونه اهي؟ خليه هنا كده. لا زيتون خليه هناك. ما انا مش عارفه احط فين اصلا عشان كله يطول من كله كده. طب فك لنا اللحمه دي من السياخ. خلينا نشيل السياخ. هنشيلها. اه ولا مش هتعرفي. صلي على النبي. احنا في اي حته بنسيب الحاج يلعب بجد. ايوه عشان الجلابيه بيضا ما تتدهوش. اه شفت الدهوات. الله ينور عليك يا صاحبي. احنا امو الاكل. صح احنا بتوع الاكل فعلا. بيقولوا ابو الاكل مش ام الاكل. لا ام الاكل. عايش. احنا بالراحه. خفتها حاجه هتهريها. صلى على رسول الله. لا اله الا الله. بالراحه بس الله يكرمك. انا تعبان فيها. لحمه كباب. بص الحته الصغيره. الله ينور يا حاج محمد. وعليك يا حاجه سعديه. معالي بقى انت موجوده حبيبي. وعليك يا حاجه سعديه. الله ينور. وعليك يا حاجه سعديه. الله يبارك لك. وعليك يا حاجه سعديه. هتضربك. لا مش هتضربك. اعمل حسابك بقى. اعمل حسابك بقى في تنظيف للسجاد ده عشان هيبقى. لا يا باشا احنا بنجيب الاسترتش بتاع السفره ده ما فيش حاجه بتقع. ما هو الاسترتش يا دوب على قد الاكل. لا هنزود. هيلا هيلا يلا. طب واسع يا عفروتو. هيلا هيلا. انت هتاكل ولا هترقص؟ لا هنرقص. يلا اهو انا اتبت داخل اهو. اللي عايز يقعد بسم الله. انا وشيف بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. طب هنقعد فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا الماتش الجامد قوي 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 وبين فريقين جامدين، محمد جابر حوارات وحسن حوارات. للاسف مش شايف الشاشه بتاعت محمود صغيره، المفروض يعني يشتري لنا شاشه كبيره. جلجت هتنام مني تحت، رحت تطلعها من السطح في الهواء. ياكلوا انا نسوى. طلعتهم فوق من الهواء عليهم. بس بالله عليك هنا حلو ولا لا؟ ده جميل. ده عايز انام ولا قاعد؟ نام يا حاجه. كل البطيخ والاناث والحلويات والبكه. ما جابلنا ماتش اهو، انا بقول له اتفلم. ما تجيب يومك فيلم يا ابني انت وهو يا ابني. انت عندك ريسيفر يا ابني؟ ما تجيب يومك تتفرج على اللي عايزاه. عندك ريسيفر؟ عندي كل حاجه. انا قعدت اقول لها اجيب لك فيلم مش راضي. اه يا ابني بيقول ان انت اللي مش راضي. اه صح، انا هتروق علينا بقى الفاكهه. بص ضربه الجزاء دي، ضربه الجزاء ولسه بنقول يا هادي. ضربه الجزاء هو ابو صلاح. عيب، قلت لك هتطلع. ما تحركتش عليها. عيب، قلت لك هتطلع. طب انت كده هتعملي البطيخ فين؟ ما انت ناويه تستنى. انا هنحطها في الباسكت. طب ما تجيبي حاجه. طيب ليه؟ حطها في شنطه. فاضي في شنطه البطيخه دي تطلع حمرا عشان انا نسيتها. طب البطيخه ليكي وبطيخه لاروى، ونشوف بطيخه مين اللي هتطلع حمرا. لا بطيخه ليا انا. وبطيخه ايناس هتيجي بكره ان شاء الله. البطيخه دي معايا. انت اللي بتحب البطيخ وتشجعني اجيبه. مش كده بنعمل بطيخ؟ هات لجدك شوكه. اوه جول 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 جول. عوض ضربه الجزاء. اه لوكاكو بدماغ بتاكو ده عليه حته دماغ. طب وين ياما؟ انا ناس ياما. واعملها حساب اللعيبه دي احسن شكلها مش مهم. عايزين نفهم. انا طالما حطيت ايدي على البطيخه تبقى حمرا. حسن عايز بيشوك عشان عنده. ايوه طب ما فيش شوك اكل بيها. ايده بيعرف يلعب بيها بس ما بيعرفش ياكل بيها. عايزين شوك. هنجيب دلوقتي يا حسن. طب اطمنينا على البطيخه عشان الفيديو هيطول. أيوة كده على حبايبنا. اقول اعمل لك البطيخه. اه طمنينا عليها. طب استنى بقى عشان ايه الجيش قال لك اتصرف. والاناناس ده انا كنت عايز اعمله بتاع ده. قولي معايا ايه؟ كوكتيل. لا يا عم كوكتيل. حسن بيحب الكوكتيل. يعني دي الوقت تعب معانا النهارده يا جدعان والله. قاعد على الكنبه وقام يعني بصراحه مش عارفين نقول له ايه يعني. على فكره مسكر قوي. قطعي تاني. افتح دي. افتحي بس حتى نصين نطمن عليها. ماشي. اوعي يا رب. حمرا ولا قرعة؟ بتاعتي. حمرا. قرعة. قرعة. دي بتاعت مين؟ بتاعتي. ان شاء الله تطلع حلوه. ما تقدرش كده. قطعت غلط بقى. قطعت غلط. انت بتقول مش بالعربي. يا حاجه قطعي يا حاجه. انت عايز ايه؟ هي ورد. ورد. لا ورد مش حمرا. عشان تبان اكتر. ورد ورد. استني يا ماما. ورد. رجع الطعم يا محمود. اه ما ممكن تبقى دي. ده هو اساسي. اه اسكت. قولي رايك. ماشي هاتوا التاني. نشوف التاني. بتاعتنا يا حاجه. الاناناس احلى منها. لا بس الاناناس. اه هي ساعد صح؟ دي بتاعتي انا. لا اكيد يعني. محمود مش حلوه؟ يلا نصيبك يا انجي. هيبقى نجاح وبطيخ ماسك. شوفوا انا اناناس. اوه ايه ده؟ انت عمره معزول. النار تشجع من النار. تشجع من النار تشجع. بس على فكره مسكره؟ لا والله محظوظه يا الله. يلا يا نحس يا نحس يا نحس يا بومة. بقول لكم ايه؟ مالكوش دعوه بانجي. حبيبتي يا ستي. يلا وكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ويا رب يكون عجبكم. ويا رب يكون الاكل عجب الجماعه. ويا رب يكون المفاجاه ونجاح انجي بسطكم. وكله في التعليقات. الف مبروك يا انجي انت وناس. ونشوفكم على خير. ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا ابن علاء ولا الله عليك يا ابو صلاح يا جامد. اديله اديله. ما ادالوش.